السلام عليكم ورحمة الله، معكم المعلمة دعاء أبو عميرة، معلمة مادة العلوم للصف السابع باء. درسنا اليوم عن الانصهار والتجمد. ماذا نعني بانصهار؟ ماذا نعني بالتجمد؟ بالفصل الماضي تحدثنا عن أثر الحرارة على المواد السائلة والمواد الصلبة والمواد الغازية، إنه كل ما زادت الحرارة أي زاد التسخين تتباعد الدقائق فتضعف قوة التجاذب اللي بينها، وكلما قلت درجة الحرارة تتقارب الدقائق من بعضها. هذا كنا نحكيه بالدرس الماضي. اليوم درسنا عن الانصهار، ماذا نعني بعملية الانصهار وعملية التجمد. فاليوم إن شاء الله راح نتعرف على مفهوم الانصهار ومفهوم التجمد، ونبين ايش يعني او ما هي درجة الانصهار ودرجة التجمد. اوكي تمام، نحكي عن الانصهار. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بالتسخين، اي الجسم الصلب لما يكتسب حرارة، اكتسب حرارة عرضناه للتسخين، عرضنا الجسم للتسخين، فبتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. هلأ هو عبارة عن، لو نحكي إنه عندنا مادة الصلبة بنعرف إنه دقائقها متقاربة، الدقائق بين الجزيئات، الدقائق قوة بين الجزيئات قوية. في الحالة الصلبة القوة بين الجزيئات قوة بين الجزيئات قوية، فبتعمل درجة الحرارة بالتسخين على إضعاف هاي القوة، بنعمل إنه نضاعف هاي القوة بين الجزيئات، فبالتالي الجزيئات بتتباعد عن بعض، بتتباعد هاي الجزيئات عن بعض نتيجة إضعاف القوة اللي بينها، فبالتالي تتحول للحالة السائلة. إذا الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالحرارة، أي بالتسخين. طب إيش يعني درجة؟ ما دام درجة، في عندي درجة حرارة معينة. درجة الانصهار هي درجة الحرارة الثابت، يعني عند هاي الدرجة بالذات التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يعني عند هاي درجة الحرارة بالذات تبدأ المادة إنها تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. وايضا بتكون الماده عندها في الحالتين الصلبه والسائله، يعني عند درجه الانصهار هاي بتكون عندنا الماده موجوده بالحالتين، بالحاله الصلبه وبالحاله السائله. لكل ماده نقيه درجه انصهار خاصه بها تميزها عن غيرها. بمعنى احنا لما نحكي الكحول، الكحوليات لها درجه انصهار بتميزها عن الزئبق، لها درجه انصهار بتميزها عن الماء، لها درجه انصهار بتميزها ايضا عن الكلور. فكل ماده نقيه لها درجه انصهار خاصه فيها بتميزها عن المواد الاخرى. اوكي نحكي هلا كمان فسر. يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين، أي إذا عرضنا الثلج مثلا لدرجة حرارة وعرضناه للتسخين، عرضناه لدرجة حرارة عالية، بيعمل على تحوله إلى الحالة السائلة. ليه؟ لأنه حكينا قبل شوي بيعمل التسخين أو الحرارة على إضعاف القوة بين الجزيئات، فبتتباعد الجزيئات عن بعضها البعض. إذا فسر، يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. عند التسخين تعمل الحرارة التي يكتسبها الماء على تفكيك دقائق الماء. إيش يعني تفكيك؟ أي إضعاف القوة بين دقائق الماء. زي قبل شوي لما رسمنا الرسمة وحكينا إن الجزيئات متراصة مع بعضها، تعمل التسخين على تفكيك أي دقائق بيبتعدوا عن بعض نتيجة القوى اللي بيناتهم ضعفة، فما بيضلوا مسكين بعض، بيبعدوا عن بعض. أوكي تمام نكمل. طيب نحكي عن التجمد، انتقلنا هلأ لمفهوم آخر. انصهار مرادفها كلمة التجمد. فماذا نعني بالتجمد؟ تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد، أي بدي أعرض المادة وهي بالحالة السائلة مثل الماء السائل، من نعرضه لتبريد، بنحطه بالفريزة، من عرضه لتبريد، فبتحول للجليد أو للثلج اللي هو الحالة الصلبة. إذا الانصهار عكسه التجمد. فدرجة التجمد نلاحظ المفهوم، هي درجة الحرارة الثابتة، يعني هاي عند هاي درجة الحرارة بالذات
التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. عند هاي درجة الحرارة المعينة، طبعا كل مادة لها درجة تجمد ودرجة انصهار بتختلف عن المادة الأخرى، وتكون المادة عندها في الحالتين الصلبة والسائلة. هلا احنا قبل شوي طرحنا مفهوم درجة الانصهار وحكينا انه عند هاي درجة الحرارة بتكون المادة في الحالة السائلة والصلبة، وايضا عند نفس درجة الحرارة بتكون المادة بدرجة التجمد بتكون المادة بالحالة الصلبة والسائلة. فبالتالي هل تتساوى درجة الانصهار ودرجة التجمد؟ نعم، درجة الانصهار تساوي درجة التجمد، هي بمعنى انه مثلا الماء عند درجة حرارة صفر يتجمد، وايضا نحكي عند درجة حرارة صفر انه ينصهر، هي نفس درجة حرارة التجمد يساوي درجة حرارة الانصهار. نكمل ملاحظة، درجة التجمد تساوي درجة الانصهار. وحكينا كمان درجة تجمد الماء المقطر النقي، ماذا نعني بالماء النقي؟ الماء الخالي من الشوائب الذي يتكون فقط من الهيدروجين والأكسجين، ما بيمتلك أو ما بيحتوي على أي عناصر أخرى، بتكون درجة تجمده 0 سلسيوس. وإحنا حكينا فوق درجة التجمد هي نفس درجة الانصهار، إذا أيضا الماء المقطر درجة انصهاره هي 0 درجة سلسيوس. فمنلاحظ هون بالشكل انه الماء، تمام، نحكي عن الماء بالذات، لما تزيد درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة موجب الماء، لما تزيد درجة الحرارة اي درجة الحرارة موجبة اكبر من الصفر بيكون الماء موجود بالحالة السائلة، بينما لما تقل درجة حرارة الماء بالسالب، -1 -10، بيكون الماء موجود بالحالة الصلبة اللي هو الجليد، بينما عند درجة حرارة صفر بالذات بيكون الماء موجود في الحالتين، الحالة الصلبة والسائلة، بيكون موجود بالحالتين، بالحالة الصلبة والحالة السائلة، انه عم بيبدأ يتحول لهاي الحالة او لهاي الحالة حسب احنا يا من عرضه للتسخين او من عرضه للتبريد. اوكي تمام. في عندنا منحنى مهم جدا، منحنى الانصهار والتجمد. هلا بنلاحظ بالشكل هون انه درجه الحراره عم تزداد، الحراره تزداد، وهون بيزداد عندنا الزمن، يعني انا عم بزيد الزمن اللي بعرضه فيه لهاي الحراره. طبعا هون للسوائل والمواد الصلبه بشكل عام ما حددنا الماده، انه لما تزيد درجه الحراره هو بالحالة الصلبة، كان بداية بالحالة الصلبة، لما تزيد درجة الحرارة كل ما لو بيكتسب حرارة أنا بعرضه لحرارة أكثر، إذا بالتالي هو بده ينصهر، أنا بعطيه حرارة إذا بالتالي هو بده ينصهر. أوكي تمام، أوكي تمام. وصل هون، في عندي منحنى تزايد، هذا منحنى تزايد، هون بهاي الحالة عندي ثبات، هون في عندي ثبات، ما دام عندي ثبات هاي المنطقة الثابتة بحكي عنها درجة الانصهار. درجة الانصهار بيكون عندي موجود بالحالة الصلبة والسائلة، تمام. بعد هيك شو بلاحظ؟ بلاحظ انه عند نقطة معينة رجع يتزايد، تحول للحالة السائلة، اذا هو كان صلب عرضته لحرارة ثبت، لما ثبت اي هو موجود بالحالتين عم بتحول، خلاص اكتسب حرارة عم بتحول للحالة السائلة، فبالتالي عند هذا الثبات نحكي عنها هي درجة الانصهار اللي هي بتكون هون حسب نوع المادة. حكينا كل مادة لها درجة انصهار خاصة فيها، بيكون موجود بالحالة الصلبة والحالة السائلة. طب هذا انا لو سخنته، طب انا لو بردته مش ده عرضه للتجمد؟ اوكي تمام. لو بردته عرضته للتبريد، للتبريد من سائل عم بتبرد بتبرد بيكسب حرارة التبريد بتبرد، وصل لنقطة ثابتة. طب انا التبريد اي تجمد، اي عندي درجة تجمد، ايضا هاي النقطة الثابتة هي نفسها درجة التجمد اللي ايضا بيكون موجود بالحالة الصلبة والسائلة. بعد هيك عند نقطة معينة رجع
المنحنى للتناقص وعم بتصير بالحالة الصلبة. إذا المنحنى هذا منحنى الانصهار والتجمد بوضح لنا إنه عندي بهاي النقطة درجة الانصهار تساوي درجة التجمد. متى؟ أهم إشي يكون عندي خط ثابت، تمام؟ مو ممكن تكون الرسمة مش إنه تزايد، ممكن تكون عندي هيك الرسمة ثبات تناقص. أهم شيء هذا الثبات اللي هو بيعبر عن درجة الانصهار ودرجة التجمد. وين ما بنلاقي ثبات هو درجة الانصهار ودرجة التجمد اللي بيكون موجود بالحالة الصلبة والحالة السائلة. أوكي تمام؟ أوكي تمام. بيكون عندنا واجب حل أسئلة تطوير المعرفة صفحة 73، إن شاء الله إنزال هذا الدفتر مع إنزال التلخيص اللي تم شرحه على بالفيديو هذا، إن شاء الله واجب إنزاله على الدفتر. فبيكون عندنا واجب حل تطوير المعرفة وتقويم التأمل وإنزال التلخيص على الدفتر. ويعطيكم العافية.